أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الجمع الكريم، الناس جميعا في كل مكان وزمان، صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام مصر شعبا عظيما وقيادة سياسية حكيمة وحكومة ناجزة بخير وأمن واستقرار وأمان ورخاء وتقدم في كل مجالات الحياة. كل عام ونحن جميعا لنا دورنا الكبير والعظيم في عمارة الأرض وفي صناعة الحضارة. كل عام والأمتين العربية والإسلامية وكل البشر بخير وتقدم فيما ينفع الناس وكل المخلوقات. نحن نحتفل بالهجرة النبوية المشرفة والمطهرة. الهجرة النبوية من أهم أحداث سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وسيرة الحبيب الصحيحة هي التي تعتمد على الوحيين الشريفين، أي هي التي تعتمد على مصدرين: التشريع الإسلامي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ولكن كيف نقرأ السيرة النبوية؟ أولاً، لا يصح أن نقرأ السيرة النبوية على أنها تاريخ كسائر التواريخ، ولكن نقرأها على أنها مصدر تشريعي، أو مصدر تشريعي وإلهامي لا ينقطع عطاؤه ما دامت الدنيا باقية.
الهجرة النبوية كلها دروس يجب أن نستفيد منها، ويجب أن نستفيد من معالمها الحضارية. يقول الحق تبارك وتعالى على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ورضي الله عنكم وأرضاكم وأرضى كل البشر المسلمين: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. نقف هنا قليلا في قول الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تحزن. لا تحزن نهي، هل المقصود من النهي هنا النهي عن الحزن؟ وكيف يكون ذلك والحزن شعور وإحساس خارج حيز الاختيار؟ كيف ينهى الإنسان عن شيء يحصل خارج اختياره؟ إذن ليس المراد من النهي الحزن، ولكن المراد من قوله تعالى لا تحزن، المراد من النهي هنا هو النهي عن الأمور التي يتسبب عنها الحزن. ولماذا لا تحزن؟ لأن الله معنا. لا نحزن لأن الله معنا دائما. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ورضى الله عنكم وأرضاكم رأى أن المشركين أحاطوا بالمكان، وأنه إذا نظر واحد منهم لرأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورأى سيدنا أبو بكر، وبالتالي قضي الأمر. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. إذن علينا أن نأخذ بالأسباب، ونحن على يقين مطلق أن الأخذ بالأسباب عبادة، لأن النتيجة بعد الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى بإرادة الله ومشيئته. فننظر إلى 40 شابا الأقوياء، ماذا حدث؟ حدث أن الله سبحانه وتعالى نجى نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه الحق تبارك وتعالى يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين. الصادق هو الإنسان الذي يكون صادقا فيما يقول وصادقا فيما يسمع، أي لا يتأثر بأي شيء إلا إذا كان صدقا. لذلك يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فذكر اللسان واليد هنا جزء من الكل، ولذلك الغاية من الحديث وفلسفة الحديث صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده وجميع جوارحه وجميع أحاسيسه من كره وحقد وحسد. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدر أقدم تهنئة لفضيلة دكتور وزير الأوقاف بهذه الثقة الغالية، داعياً الله له دوام التوفيق على طول الطريق وأن يجعله خير خلف لخلصه. وتأتي هذه الثقة في مناسبة غالية وعزيزة على الإسلام والمسلمين، بها أرخ المسلمون تاريخهم بالهجرة النبوية، لأنها فرقت بين الحق والباطل، ولأنها أرست دعائم لقيام المجتمع الإسلامي العظيم، وأعطت من العبر والدروس والحصاد ما يكون الإنسان في اقتدائه برسوله صلى الله عليه وسلم متبعاً لما كان عليه، حيث إنه كان مع ربه. المعية، معية الله سبحانه تكون لمن كان معه، من كان مع الله في الرخاء كان الله معه في الشدة، ورب العزة يقول إن الله مع الصابرين، ويقول لا تحزن إن الله معنا، ويقول أنا عند ذكر عبدي وأنا معه ما تحركت بي شفتاه. هذه المعية تجلت في مواقف ظهرت فيها المعجزات. موقف حشود المتربصين بالرسول المشرين لسيوفهم، ويمر من بين صفوفهم وهم وقوف وعقاز وعيونهم مفتوحة ولا يرونه لأنه في معية الله، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وعندما دخل الغار وقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، يقول له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. كانت معية الله سبحانه وتعالى معه. وحين انطلق في مسيرته وراح فارس قريش يمتطي صهوة جواده سراقة يريد أن يغتاله، فإذا ما اقترب من موكبه نفضته الفرس من على ظهرها وكبت به في الأرض، فيعود ثانية فتسوق أقدامها في الرمال، فيعود ثالثة فتسوق أقدام الفرس في الرمال ويخرج منها ما يشبه دخان، مما جعله يوقن أن هذا أمر خارج عن إرادة البشر، وإنما هو نبي معصوم ومن عند الله سبحانه وتعالى وأنه رسول حقا. فبدأ الإيمان وقد وقر في قلب سراقة، حتى طلب من الرسول الأمان، وحتى عرض عليه الزاد فقال لا حدث لنا عمي عما طلب. فعاد سراقة يقول ارجعوا لن تنالوا من محمد شيئا. فأقول له أبو جهل ماذا الأهال ذهبت لتغتاله؟ فتأتي تثني عليه بني مدلج إني أخاف سفيها من سراقة يستروي لنصر محمد، عليكم به ألا يفرق جمعكم فيصبح شتى بعد عز وسؤدن. فيرد عليه سراقة ويقول أبا حكم، وهي كنية أبي جهل، أبا حكم والله لو كنت حاضرا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه علمت ولم تشكر بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاوم؟ معيتك مع الله لا نريد أن نسردها تاريخا وعبرة، ولكن لنقبسها من الهجرة، لنقتدي برسولنا فيها، لنكن مع الله. واعلم أنك حين تكون معه لا خوف عليه، أنت في حصنه، في معيته، في عنايته، لا تخف ما دمت معه، لا تخف من أي شيء روعه.
كن مع الله يقول ربي معك، وإذا نابك كرب فاصطبر وارع مولاك وكفكف أدمعك، ما لنا إلا إله واحد فاسأل الكون وقل من أبدعك، وسل الحمل جنينا في الحشا من رعاك الآن من زرع أشبعك، وسل البدر مقلا في الدجى باعثا أنواره ما أروعك، وسل الشطآن عن أمواجه واسأل البحر أتدري من بعك، واسأل الصبح تجلى مسفرا بعد ليل حالك من أطلعك، سل رسول الله قل يا مصطفى يا شفيع الكون من قد شفعك، إنه ربي إله واحد كن مع الله يكن ربي معك. نعم، جاءت الهجرة لتقول لأمتنا قيادات وشعوب وجماعات وحكومات وأفراد وعلى كل الأصعدة أن نكون مع الله، لا مع شرق أو غرب أو فلان أو علان، نكون مع الله. وانظر إلى هجرته إلى المدينة المنورة وقد ودع مكة بنظراته الحانية ودموعه الرجراجة، إنك لأحب أرض الله إلي وأحب أرض الله يا الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، فينتزل عليه تنزل عليه الوحي في لحظته يبشره أنه عائد ومنتصر، يقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى دخل المدينة وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير منزلين، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. رب العزة يوحي إليه الدعاء الذي يقول، فيأتي المدينة ليؤسس أعظم مجتمع إسلامي عرفته البشرية، بناه على أسس ثلاثة. اسمعوا لهذه الأسس يا أمتنا الإسلامية على كل الأصعدة. الأساس الأول هو في توحيد الصف وجمع الكلمة. الأساس الأول في توثيق الصلة بالله، فبنى المسجد وكان يتناول معهم الأحجار بنفسه ليكون قدوة وعظمة للمسجد. ثم كان الأساس الثاني المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار التي أثمرت الإيثار الذي خلده القرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأساس الثالث صحيفة المدينة بين المسلمين وغير المسلمين، مما نسميه الآن في عرف عصرنا بأنه الوحدة الوطنية. أسس ذلك بإبرام أول وثيقة عرفتها البشرية لحقوق الإنسان بين المسلمين وغير المسلمين، فقد كان في المدينة يهود وعرب من المشركين، هل نابذهم؟ هل قاتلهم؟ هل كانت عنصرية أو عصبية ضدهم؟ كلا، بل كانت السماحة في صيغتها النهائية التي دفعتهم لأن يدخلوا في دين الله، وكانت تراحم، وكانت أول وثيقة خطها شرط لهم وشرط عليهم، مما يجعلنا نقول الحق أبلج في الصباح لناظر، لو أن قوما حكموا الأحلام أعلمت أرأيت أن الرحوة والطب إلا البطل في الله واحدة تروم مرامة، نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام، هذه ربوعهم وتلك ربوعنا متقابلين نعالج الأيام، هذه قبوركم وتلك قبورنا متجاورين جماجما وعظاما، فبحرمة الموتى وواجب حبهم كونوا كما يقضي الجوار كرامة، الدين للديان جل جلاله لو شاء ربك وحد الأكوان. هكذا جاءت الهجرة تضفي على عالم البشر ودنيا الناس حياة جديدة ومجتمعا جديدا
يقوم على التكافل فيما بينهم ويصل بهم في هذه المؤاخاة التي عقدها، أن الأنصار من أهل المدينة شاطروا إخوانهم المهاجرين دورهم وأموالهم وكل ما يملكون النصف، حتى إن أحدهم كسعد بن الربيع عرض على من آخى بينه الرسول وبينه عبد الرحمن بن عوف أن ينزل له عن إحدى زوجتيه حتى إذا انتهت عدتها تزوجها، فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق، وراح يعمل حتى أغناه الله سبحانه وتعالى. وكان هذا الإيثار دافعاً لأحدهم أنه كان يستقبل الضيف فلا يأكل ويقوي ويبيت طاوياً ويؤثر أخاه الضيف والفقير، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شرح نفسه فأولئك هم المفلحون. تحية لأمتنا الإسلامية في هذه الذكرى الغالية والعزيزة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصرنا ووطننا سخاء رخاء آمنة مطمئنة، كما ندعوه جلت قدرته أن ينصر أشقاءنا في غزة وفلسطين، وأن يكون معهم أجمعين، وأن يرفع راية الإسلام والمسلمين، وأن يجمعنا على الخير دائما وأبدا. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها المبعوث فينا شاهدا ومبشرا للصالحين بأي أرض كانوا، صلوا عليه وسلموا وتمسكوا بالسنة الغراء، فهي أمان أغشى الضياء بصائر الكفار، فتجهموا لهداية المختار، لم يدركوا الحق الذي أنواره سطعت، لم يدركوا الحق الذي أنواره سقعت، تبدد ظلمة الأوزار، هم حاولوا إطفاء والأنوار، فتجمعوا يبغون قتل حبيبنا في داره، أنعم بنا من يتلو على جمع التربص.
صياتك صلوا عليه يتلو على جمع التربص آية تلقي سريع النوم في الأبصار فيمر بين جموعهم لم يشعروا فعناية المولى من الأسرى وينام بعد رحيله بسريره من يفتدي بالروح والأعمال ويرافق النور المهاجر صاحب بلغ المدى في الصدق والإيثار ركب الهدى قصد المدينة منزلا ليلوذ بالأبطال والأنصار طال البدر علينا من ثنياتنا